صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين هذه الآيات التي يذكر الله تعالى فيها أنه قد كرم بني آدم، مثل قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبين الآيات التي يصف الله تعالى بها الكفار بأوصاف البهائم، كقوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقوله: كمثل الحمار. نعم، أنت لو كملت الآية اللي جئت بها في آخر سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهو في الأصل مكرم، لكن هو الذي أهان نفسه. هو في الأصل مكرم على غيره من المخلوقات، فلو أنه شكر الله وعمل عملا صالحا لاستمر تكريمه، لكنه هبط بنفسه وأهان نفسه فحصل على الإهانة والعياذ بالله. نعم.